مساء الخير لكل مغربية حرة ولكل مغربي حر. فيديو ديال اليوم عجالة لواحد مسألة. أول حاجة أنا فخور جدا بالدبلوماسية المغربية. هذا الشيء واحد ما الناس ديال الجيل ديال اليوم مع الأسف ما عارفش هذه المسألة. المملكة المغربية الشريفة السياسة ديالها هي داكشي عادي دق السكات. بعضهم كتقدر تكون غير دبانه داز من شي بلاصه كيعطيو واحد الحاجه من انك الفقر في التراث، الفقر في الثقافه، الفقر في الانجاز. فقط بغيت نركز على واحد الحاجه، حذاري الخونه ديال الداخل. كنشوف مغاربه فرحانين ببلادهم انجازاته، كيطلع شي واحد راسو مربع تقول له وزليجيه، ولاو كيتاثروا لهاد الدرجه. الذباب الالكتروني الكرغولي اثر لنا في ولادنا كلهم. الى لاحظتوا كلمات دخيله على الدارجه ديالنا، منها حتى ديك خاوه كان قال ابو خروبه ما ديالناش حنا. يعني هما كيدسوا لك هذا الشيء. هذا حذاري، وكناشد الجماهير ديال كره القدم يتحدوا. ان الاوان اننا نتحدوا، لان هذا زمان فيه واحد الحرب من جميع النواحي. فإلا كنا مواطنين صالحين، واللي كيقول انا كويري لا ودادي لا رجاوي لا غيره، خاصنا نتحدوا كجماهير مع الوطن. واللي ما اتحدش مع الوطن كجماهير ما عنده لا علاقه لا بكره لا بوطن لا بتشي حاجه. خاصنا نكونوا وليد فليد كاملين.